استاذ نجاح، هناك جمله يعني امور راح تترتب بعد هذا القرار، يعني من بينها يعني احد المحللين او الخبراء الاقتصاديين اعتقد الاستاذ نبيل المرسومي يقول العراق راح يخسر 6 مليار دولار في حال يعني تم الغاء هذه الاتفاقيه، وراح تكون يعني الملاحه او المطالبه عفوا بالديون والفوائد من قبل الجانب الكويتي. لا هذا مو صحيح هذا الكلام. اولا هو الموضوع يعني هو كما قلت لك قرار المجلس او قرار المحكمه لم يلغي الاتفاقيه. الان مصير الاتفاقيه رهن باراده مجلس النواب وليس باراده السلطه التنفيذيه، وسيجد مجلس النواب الحالي او المقبل حرجا اذا وافق على هذه الاتفاقيه بالشكل الحالي كما قلت لك بسبب هذا الراي العام، وخاصه بعد اثاره موضوع حقل الدره. ولانه القرار 833 اولا هذا القرار ليس دستوريا، ليس قانونيا، ليس من حق مجلس الامن الدولي ان يرسم الحدود، فبامكان العراق الذهاب الى محكمه العدل الدوليه او محكمه اعالي البحار وينهي هذا الموضوع وهذا الجدل. موضوع الاموال انت اول مره رجع سيادتك على فور عبد الله ورجع سيادتك على حقل الدره، بعدين فكر بالاموال، سيادتك راحت في هذا الموضوع. يعني انا ما اعلق على اشخاص، يعني ما لا يعنيني ما يقوله فلان او فلان، اتحدث عن قرار المحكمه امامي، قرار المحكمه لا يتعلق ابدا بموضوع القانون، يعني اتفاقيه خور عبد الله ابدا، لم يتناول بنود هذه الاتفاقيه ولا كيفيه ترسيم الحدود والملاحه وفقا للاتفاقيه ووفقا لمجلس الامن الدولي، بل تناول ان هذا القرار مجلس النواب العراقي عندما يعني صادق عليه ما راعى الجوانب الدستوريه، لم يكن بالاغلبيه ووفق الدستور ليس الا. طيب اذا سلمنا استاذ، بس انا اقول هنالك جهات في العراق وفي الخارج طبعا، ولاحظت في العراق حتى ظاهرها من تتحدث عن خور عبد الله وعن ام قصور وعن وتشوفها يعني مخلصه قاتله نفسها، وهذا صحيح وهذا جيد، بس يحرضون باتجاه ايجاد صدامات وصراعات بين العراق ودول الجوار، يريدون حروب. هذول جماعه صدام حسين بس متخفين بالهويه، بعضهم في وزاره الخارجيه اقول لك بكل صراحه. وانا الباحث عندي فيديو خاص لي في قناتي على اليوتيوب تحدثت وذكرت اسم من الاسماء، يعني احنا بحر من الدماء مثل صدام حسين، احنا دماء وما دماء ونرجع خور عبد الله مو هذا، مو هكذا تورد الابل. يعني نفس الموضوع الذي قام به هو 833 كيف تم ابرامه؟ لان صدام حسين نفذ الاجنده الامريكيه، ولو تيجي نفتح الملف لصدام حسين شلون ارتبط بالمخابرات الامريكيه وشلون جند هو في داخل حزب البعث الذي لم يكن عضوا فيه حتى عندما قام باغتيال الزعيم عبد او شارك في محاوله اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم، لم يكن منتميا لحزب البعث، كان واحد من الشقاوات، بعدين انتمى للمخابرات الامريكيه من خلال مايلز كوبلاند هذا الضابط المعروف الكبير، وهي موجوده وثائق في عندما ذهب الى مصر، ويريدون خدم صدام حسين الولايات المتحده خدمه لم يخدمه بها احد. واحده من هذه الاشياء هو تدمير المنطقه وتدمير العراق والتفريط بسياده العراق، ويفترض بالعراق ان يتعامل بحكمه مع هذه الأزمات. نعم. العراق أقصد حكومة الإطار تحديدا. نعم. أن ينتبهوا. أمريكا ضعيفة، أمريكا ضعيفة، شوف هاي التحركات الأمريكية إذا حبيت تتحدث عنها، هذه هم أعطيت وأنه سيحصل تغيير في النظام السياسي. راح نتحدث عنها.